رحيم يتفاعل من الإمارات مع هدف شقيق في مرمى برشيد. ضربة موجعة للشاب، إصابة قوية لحركاس في أول ظهور له مع الرجاء. في مشهد نال الاحترام، سفيان الراشدية يصمت احتراما للأذان. الشاب يفوق عقدة لازمة الرجاء منذ 17 سنة. شباب المحمدية يكشف تفاصيل تعاقده مع الدويك. مالانغو يقود الشارقة إلى فوز قاتل على الوصل. مفاجأة، الماس يتعاقد مع 4 لاعبين رجويين دفعة واحدة. السلام عليكم، إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واتركوا لنا لايك للفيديو، وشكرا لكم. ضربة موجعة للشابي، إصابة قوية لحركاس في أول ظهور له مع الرجاء. لم يقوى جمال حركاس على إتمام مباراة فريقه الجديد الرجاء الرياضي لكرة القدم التي جرت يوم أمس الجمعة في إطار الدورة الأولى من منافسات البطولة الاحترافية لكرة القدم، وغادر المدافع السابق لمولد توجدة في حدود الدقيقة 44 من عمر الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله، متأثرا بإصابة على المستوى أعلى الفخذ. واضطر سعد جرد الشابي مدرب الرجاء إلى تغيير حركاس بإقحام الياس الحداد الذي أكمل المباراة إلى جانب مروان الهدهودي، ومن المنتظر أن يخضع حركاس إلى فحوصات دقيقة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها. وكان الرجاء قد تعاقد مع حركاس خلال مرحلة انتقالات الصيفية الجارية لمدة 4 سنوات. رحيم يتفاعل من الإمارات بشكل مثير مع هدف شقيقه في مرمى برشيد. تفاعل سفيان رحيمي مع الهدف الذي سجله شقيقه الأصغر الحسين رحيمي في مرمى يوسفيز برشيد، والذي أهدى به الفوز لفريقه الرجاء الرياضي في افتتاح البطولة الاحترافية في المباراة التي انتهت بينهما يوم أمس الجمعة، وكان الملعب البلدي ببرشيد مسرحا لها. ونشر سفيان رحيمي من وسط إحدى الفنادق بدولة الإمارات، حيث يحمل حاليا قميص فريق العين الإماراتي، ستوري عبر حسابه الشخصي بإنستغرام وهو يتابع مباراة فريقه الأم الرجاء الرياضي ضد الفريق الحريزي عبر حاسوبه. وتضمن ستوري هدف شقيقه الحسين وعلق عليه: بفخور بك جدا يا أخي، الأفضل سيأتي لك. يذكر أن الحسين الرحيمي ابن اليعري الأصغر دون اسمه بشكل بارز بعدما أصبح اللاعب الذي سجل الهدف الأول في بطولة هذا الموسم في أول ظهور رسمي مع الفريق الأول. في مشهد نال الاحترام، واصف مباراة يوسف برشيد والرجاء: يصمت احتراما للأذان. خطف المعلق سفيان الراشدي خلال الشوط الأول من مباراة الرجاء الرياضية ومضيف يوسفيز برشيد التي جرت يوم أمس بملعب برشيد البلدي خطف الأنظار أثناء سماعه أذان صلاة المغرب، واكتفى المعلق المذكور بقول عبارة الله أكبر بعد سماع الأذان ليقرر الصمت احتراما لها بالرغم من تواصل اللقاء، ليستأنف التعليق بعد نهايته. الشاب يفوق عقدة لازمة الرجاء منذ 17 سنة. فكر سعد جرد الشاب مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم عقدة عمرها 17 سنة، وذلك بالفوز على يوسف برشيد بملعب الأخير في إطار الجولة الأولى من البطولة الاحترافية لكرة القدم. وقال المدرب التونسي للرجاء في تصريح أدلى به لقناة الرياضية بعد نهاية المباراة ضد الفريق الحريزي أن الرجاء لم يفز في مباراة خارج الميدان في افتتاح مباريات البطولة الاحترافية منذ 17 سنة، وفق ما استقاه من لاعبين ومسيرين في الفريق الأخضر. وبخصوص مستوى المباراة، أكد الشاب بأنها كانت صعبة ضد فريق يوسف برشيد وأن المستوى كان متوسطا، مبرزا أنه سعيد بمردود لاعبيه. وأضاف الشاب بأن الإيقاع سيرتفع مع مرور الدورات. مفاجأة، الماس يتعاقد مع 4 لاعبين رجويين دفعة واحدة. تعاقد المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم مع 4 لاعبين رجويين دفعة واحدة خلال مرحلة انتقالات الصيفية المنقضية،
وذلك لتعزيز صفوف الفريق للاستحقاقات المقبلة. وقدم الماس ليلة أمس الجمعة لاعبيه الجدد ومن بينهم 4 لاعبين من مدرسة الرجاء، ويتعلق الأمر بشيبوب عبد النبي، أنس مطيطش، وائل باباه، وأسامة بن رحال. وكشفت مصادر متطابقة أن الرباعي المشار إليه يعتبر من أجود ما تتوفر عليه مدرسة الفريق الأخضر، مشيرة أنهم التحقوا بفريق العاصمة العلمية في صفقات انتقال حر. وعزز الماس خلال الميركاتو الصيفي صفوف بالعديد من اللاعبين، أبرزهم طارق الساتية، زهير العروبية، وسيف الدين بوهرة. مالانغو يقود الشارقة إلى فوز قاتل على الوصل. قاد المهاجم الكونغولي بين مالانغو ناديه الشارقة الإماراتية للفوز على الوصل بعدما نجح في تسجيل هدفين، واحد منهما خلال الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء. ودخل الكونغولي مالانغو كبديل خلال المباراة، حيث كان ناديه منقوص العدد ومنهزما بهدفين مقابل لا شيء، غير أنه قلب الطاولة على الوصل ناجحا في تسجيل ثنائية. ويبصم مالانغو على مستويات متميزة رفقة ناديه الشارقة، حيث سجل 3 أهداف خلال 3 مباريات فقط أجراها بقميص الملك الشرقاوي في أول موسم له بالدوري الإماراتي. ولعب مالانغو في صفوف نادي الرجاء الرياضي لمدة 2 موسمين، حقق خلالهما لقبي الدوري المغربي الاحترافي وكأس الاتحاد الإفريقي. شباب المحمدية يكشف تفاصيل تعاقده مع الدويك. أعلن فريق شباب المحمدية لكرة القدم يوم أمس الجمعة تعاقده الرسمي مع محمد دويك قادما من الرجاء الرياضي بعد فسخ عقده مع الأخير. وقدم ممثل مدينة الزهور في البطولة الاحترافية إنوي لاعبي الجديد بقميص الفريق، مؤكدا أنه وقع لمدة 1 موسم قابل للتجديد لموسمين إضافيين. وكان دويك الذي يعد ابن مدرسة الرجاء والذي يشغل مركز ظهير أيمن آخر تعاقدات شباب المحمدية بعدما التحق بالتركيبة البشرية لمحمد فاخر في الأنفاس الأخيرة للميركاتو الصيفية قبيل منتصف ليلة أمس الخميس. وودع لاعب نهضة أتلتيك زمامرة في الموسم الماضي مكونات فريقه الأم الرجاء الرياضي برسالة أكد من خلالها بأن أصعب لحظة عاشها في حياته هي فسخ عقده مع الرجاء بعدما تدرج في جميع فئاته.